عليكم. عندي منجايه كانت في الثلاجه، هي شكلها مقلوص شويه بس حلوه. هي دي المانجا اللي انا بخزن منها، هعمل لكم في مره فيديو عن تخزين المانجا. هنعمل نوضه قنفه بالمانجا. انا كان عندي قنفه في الفريزر باقيه من رمضان، وعندي منجايه، ولقيت عندي حبه كريمه، وعندي سمنه، وعندي شويه عسل كنافه برده باقيين عندي قلت لكم عليهم. ده بيبقى عسل الكنافه، بيبقى السكر نص الميه، يعني كوبايه ميه يبقى نصها سكر، كوبايه ميه ونصها سكر، نص ليمون اهو. تمام. وعيد المانجا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير معانا ايه. عندي المقادير، هي دي كنافه كانت في الفريزر، حتى بصوا لسه فيها تلج، انا مخليها كده عشان اعرف اكسرها. تمام. وعندي ربع كوبايه سكر ونص كوبايه كريمه. تمام. ممكن نحط كريم شانتيه او كريم باتسري او كاستر او اي حاجه. وعندي سمنه هاخد حوالي معلقتين، وعندي العسل اللي قلت لكم عليه بيكون كوبايه سكر وكوبايه ميه ونص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه. دايما الميه بتبقى اقل من السكر عشان احنا عايزينه تقيل. وادي منجايه كبيره اهي. طبعا عندي ميه في الفريزر عشان خاطر الكريمه، ساعه ما اجي اضربها هطلع الميه من الفريزر. المقادير معايا اهي واضحه وسهله وبسيطه. انا هحطها في البولات الصغيره دي. تمام. ممكن انتوا تعملوها في صينيه كبيره او اي حاجه، بس انا هوريها لكم النهارده هعملها في البولات دي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نفتفت الكنافه. هحطها في الفريزر عشان تسهل عليكم التكسير. اهي بصوا بتبقى ناعمه قوي. ممكن طبعا تحطها في الكبه، بس هم عشان حبه صغيرين هعملهم بايدي كده بسرعه، مش محتاجين نحطها في كبه ولا حاجه. بصوا سهله ازاي اهي، عايزينها تبقى ناعمه كده. خلاص كده كسرت الكنافه كلها اهي. اروح اطلع معلقه سمنه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، وافركها بقى كلها في قلب السمنه. بسم الله، افركها كويس قوي بحيث ان كلها تتشرب من السمنه. تمام كده. بصوا دهنتها كلها بالسمنه اهي، معلقه سمنه واحده كبيره مليانه كفايه. انا حاطه طاسه على النار تسخن، طاسه او صينيه او اي حاجه عشان نروح نحمرها فيها. طبعا في بتبقى تورته الكنافه بتبقى طبقات، بنعملها طبقات. المره الجايه ان شاء الله هبقى اعملها لكم. نروح بس نحمر دي الاول. بصوا اهي، بصوا شربت كلها بالسمنه ازاي. عندي طاسه فاضيه اهي او صينيه او اي حاجه، واحط الكنافه. بسم الله الرحمن الرحيم كلها. تمام اهي. وابتدي بقى اقلب فيها على نار هاديه لحد ما تتحمر كلها، ادنها تبقى فيها عشان خاطر ما تتحرقش. وممكن نحطها في صينيه في الفرن، بس في صينيه تفضلي تطلعي وتدخلي كل شويه، ايدك هتتلسع كده، اسهل واحسن. ايدك على طول فيها كده على نار هاديه خالص، هتلاقيها اتحمرت معاكي وبقت زي الفل. قلبوا فيها على عشان خاطر ما تتحرقش. بصوا بدات تلسع ازاي، تتحمر بسرعه اهي. بالظبط ما بتكملش 7-8 دقايق. ودي احسن من الفرن الف مره. بصوا بدات تتحمر ازاي كده، بقى لها 5 دقايق. سيبها كمان 5 دقايق عشان تتحمر كلها كويس. بصوا لونها بقى حلو ازاي، هي بس مش واضح في الاضاءه كمان. هو كده لونها حلو قوي كده، اللون المناسب الذهبي. تمام. هطفي عليها بقى واسيبها تبرد شويه. على ما تبرد
اكون عملت ضربت الكريمه، يعني اضرب الكريمه على ما تبرد، يعني اضرب الكريمه عندي احط حوالي كوبايه ربع ميه، بسم الله الرحمن الرحيم، دي ميه فيها حته تلج اهي تمام، واروح حط عليها السكر، بصوا فيها حته تلج ازاي، احط السكر بسم الله الرحمن الرحيم، سكر عادي مش بودره، اضربهم كويس اول لحد السكر ما ينعم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص السكر داب اهو، اروح عامله ايه دلوقتي، اروح حاطه الكريمه، اقول بسم الله الرحمن الرحيم، الكريمه اهي، دي كريمه من غير سكر، نوع اسمه المتحده، بشتري سايب من اي محل خامات حلواني او عطار. حط المضرب بسم الله الرحمن الرحيم بالراحة، ابتدي بقى اضرب جامد، بصوا بدأت تتقل ازاي، بدأت تتقل بس لسه شوية عليها اهي، لازم المية تكون متلجة، بلاش تعملوا كريمة باللبن عشان بتعمل ريحة، لو قعدت تاني يوم بتعمل ريحة. عندي الكنافة جاهزة اهي، اديها شوية شربات، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حوالي معلقتين كده كفاية كده، واقلبهم كويس بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدي بقى نعبي هنا الكاسات بقى نعبي فيها او البولات اي حاجة، نحط كده ايه حوالي ايه 3 معالق، حطي كمان شوية اهي تمام، كده طبقة كنافة، نديها بقى طبقة كريمة بمعلقة كده، حطي بسم الله الرحمن الرحيم، نفردها كويس قوي، انا كان ممكن اعملها بالكيس بس خاطر الناس اللي ما عندهاش كياس اهي، بمعلقه كده على طول تمام، تمام اهي، ابتدي بقى اقشر المانجا واقطعها عشان عايزه احط طبقه مانجا قبل طبقه الكنافه الثانيه، بسم الله الرحمن الرحيم، بص ما بتبقى ناشفه، بص سهل القشره تطلع ازاي، خلاص كده قشرت المانجا اهي، اقول بسم الله الرحمن الرحيم، بص ده انا بحب اجيب المانجا دي عشان خاطر تبقى البذره بتاعتها رفيعه وما فيهاش شعر كتير، دي مش البذرة لسه هاخد طبقة كمان منها، يعني فكروش ان دي كلها البذرة، نقطعها بسم الله الرحمن الرحيم، نقطعها مربعات صغيرة، دي طبعا ملهاش لازمة اكلها، مسكرة جدا ما شاء الله، حلوة قوي قوي، وكل منها ب17 جنيه، مش غالية يعني، بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي بقى ايه فوق الكريمه نرص مانجا، طبعا عايزينها مليانه مانجا عشان لسه هحط على الوش، في ناس بقى بتقول لك بيحطوا على الوش جيلي، مفيش محلات بتحط على الوش جيلي يا جماعه والله، بيبقوا مفعصين المانجا وحاطينها على الوش، بتحسوا انها ملزلزه كده، بس والله العظيم ما بيحطوش جيلي اهي، طبعا لسه هنحط طبقه كنافه فوقها تاني، بصوا خلينا نكتر، يعني المانجا ما شاء الله المانجايه كبيره، نكتر بقى كده عشان انا بحبها، خلاص
هخلصهم بقى كده كلهم وارجع لكم عشان نحط طبقات الكنافه الباقيه ونكمل طبقات المانجا الاخيره. خلاص حطيت طبقات المانجا اهي، ابتدي بقى نحط لها ايه طبقات كنافه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبقه خفيفه كده على الوش. خليها عشان نفردها بعدين، نقسم المانجا الكنافه بعد كده ايه افردها بايدي انا كويس. بس كده حطيت كل طبقات الكنافه على المانجا. اخر طبقه بقى هحطها المانجا المتقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ممكن نحط لها جيلي فاكهه اللي هو بيلمع الفاكهه بعد ما نحط المانجا، بس بما اننا هي مشبات فمش هتلحق ان هي المانجا تنشف ولا حاجه، فانا مش هحط لها. خلاص يا جماعه انا خلصت كاسات الكنافه بالمانجا اهي، بصوا ما شاء الله عليها. طبعا بره مش هيحط لي كميه المانجا دي كلها، بتبقى اقل من كده اهي. طبعا تحط في التلاجة عشان خاطر الكريمه اللي فيها وعشان خاطر المانجا، تتاكل على طول. انا عن نفسي هاكلها دلوقتي مش هستنى لما احطها في التلاجة. بصوا حلوه قوي وما شاء الله، اقل من ربع كيلو كنافه ومانجايه واحده، واقل من ربع كيلو كريمه. بصوا عملنا كام واحده ومليانين ما شاء الله. وعندي كمان الكريمه اتبقت شويه منها اهي، هستعملها بعد كده في حاجات تانية. بصوا ما شاء الله اهي. خلاص يا جماعه انا كده خلصت الكنافه بالمانجا اهي، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولو في حاجه في الفيديو مش مفهومه انا ممكن اعيدها لكم تاني. اوفر من بره وانضف من بره واحسن من بره، وفي كمان كريمه اتبقت هعملها ايس كريم بعد كده وهنزل لكم الفيديو بتاعها ان شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بس كده.